بسم الله الرحمن الرحيم. يطلب كفر سجنا 21/6/2013. هذا ما خلفته راجمات الصواريخ على البلدة. الله أكبر، نتيجة القصف العشوائي على البلدة هذا البيت استهدف في صاروخ الراجمي. مرحبا يا عمو. هالبيت الكون؟ ايه. مين قصفكن هيك؟ بشار، ليش عم يقصفنا؟ ايش سوينا له؟ مش قد ما قصفت انت بدك تسقط يا بشار. بإذن الله. بإذن الله راح تسقط. بإذن الله. حسبنا الله ونعم الوكيل.